عقب الجولة التفقدية للرئيس السيسي فرحة غامرة تنتاب أهالي قرية الحصص بالدقهلية بالمشروعات الخدمية والتنموية. خلال مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية، شكري يؤكد إن إمكانات مصر كمركز إقليمي للطاقة هائلة. روسيا تعلن رفضها الشروط الأمريكية للحوار بشأن أوكرانيا. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب أهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية والتي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها بالأمس عبر عن سعادتهم بالمشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات. وتشهد القرية تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. وقال الأهالي أن الافتتاحات توفر كافة الخدمات التي تحتاجها القرية، وهو ما يخفف العبء عليهم ويحسن من مستوى معيشتهم وصولا إلى حياة كريمة. قرية الحصص هنا طبعا تنفذ فيها مجمع خدمات على أعلى مستوى، مجمع زراعي، مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي، رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب، صرف صحي، رصف، كهرباء، انترنت، غاز طبيعي. البنية التحتية بالكامل تم تغييرها، وقدرنا نوصل لآخر بيت هنا في القرية ووصلنا له مية وصرف. بصفة عامة هنا القرية اتغيرت، اتكتب لها شهادة ميلاد جديدة طبعا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي نورنا هنا، ان هو فعلا واحد بسيط جدا زينا بالظبط. الناس كلها كانت سعيدة جدا بالزيارة، مش عايز اوصف لك مدى السعاده اللي طبعا الاطفال كانوا على السطوح بينادوا له، وهو طبعا كان متفاعل جدا مع الناس كلها، الناس كلها كانت مبسوطه. فعلا اتكتب شهاده ميلاد جديده لقرى مركز شربين بالكامل ومحافظه الدقهليه. طبعا المشروعات اللي تمت من خلال مبادره حياه كريمه مشروعات في جميع المجالات، المجالات الاقتصاديه، المجالات الاجتماعيه، المجالات الصحيه، المجالات الرياضيه، في حتى المجالات الخدميه، في جميع المجالات تمت المبادره فيها وغيرت وجه الارض. في مش قريه الحصص لوحدها، لا، في 26 قريه التابعه لمركز ومدينه شربين. يعني لو اتكلمنا مثلا عن المركز التكنولوجي هنلاقيه بيشمل العديد من الوزارات داخله اللي بتخدم المواطن وبتجعله في بوتقه او منطقه واحده فقط. ما هيدوخش زي الاول ما كان بيروح هنا وهنا، لا، ده متجمعه في منطقه واحده فقط، زي مثلا فرع لوزاره التموين مثلا، للبريد وغيرها من وزارات متجمعه في منطقه واحده، فدي بتخدم المواطن وبتجعل المصلحه بتاعته بتتم بسرعه. لو جينا مثلا للمجمع الزراعي، ده بيخدم الفلاح في مجال الزراعه، بيشمل جمعيه زراعيه، بيشمل وحده بيطريه، وبيشمل ايضا ارشاد زراعي بيفيد الفلاح في مجال الزراعه ومجال تطوير الزراعه. ايضا من المشروعات اللي تمت في قريه الحصص الوحده الصحيه اللي بتفيد المواطن، وخاصه في مجال الامومه والطفوله والطفل المصري، فبيستفيد جامد من هذه الخدمات اللي بتتم داخل الوحده الصحيه، واللي وفرت على المواطن العديد من التنقلات اللي كان بيتنقلها عشان يروح المدينه. فاصبحت القريه الان بمثابه مدينه بالنسبه للمواطن، غير الخدمات الاخرى في مجال البنيه التحتيه من مياه، صرف صحي، انترنت، خطوط للكهرباء وخطوط للغاز الطبيعي. فأصبحت القرية المصرية بمثابة مدينة الآن بعد التطور اللي شهدته في مبادرة حياة كريمة. ولذلك احنا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الرائعة التي لم يحدث لها مثيل في التاريخ، وبنشكره أيضا على الزيارة اللي تمت واللي ادتنا كلنا كمتطوعين دافعية ان احنا نعمل ونجد ونجتهد بحيث ان مصر تكون أجمل البلاد
مش الكرة بس، مصر كلها تكون أجمل بلاد. وبنشكر فخامة الرئيس، شكرا فخامة الرئيس على هذه الزيارة اللي أسعدتنا جميعا، شكرا على الغداء الجماعي اللي كان معانا وحضرتك كنت معانا فيه، يعني بنشكر حضرتك شكر لا يوصف. طبعا زيارة الرئيس لها مدى كبير جدا في نفوسنا، سعادة ما لا توصف. الرئيس شرفنا وقعد معانا وكلمنا وتناول معانا وجبة الغداء، طبعا ديت حاجة ما حصلتش ولا كنا بنعلم به، وغير كم المشروعات اللي الرئيس تفضل به في مبادرة حياة كريمة بتنفيذها على أرض الواقع لا ينكرها إلا كل جاحد. طبعا الرئيس عمل لنا حاجات لم نتخيلها ولم نحلم بها. اللي احنا فيه ده يا رئيس حلم، حلم يا رئيس والله، وبنشكرك شكرا جزيلا. الشعور لا يوصف. زيارة الرئيس يعني زيارة تاريخية بالنسبة لقادة الحصص، وأنا طلبت من سيادة الرئيس امبارح طلب واحد بس في المكتبة، طلبت أن يخصص يوم 1 ديسمبر من كل عام يكون عيد قومي لقادة الحصص. أولا أن احنا كان عندنا في كتب التاريخ وإحنا تلامذة وإحنا طلبة في الثانوية العامة وفي الجامعة كان مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا، لكن النهاردة النهضة اللي حصلت في مصر وفي قارة الحصص والقرى المجاورة وحياة كريمة وفي جمهورية مصر العربية عامة يعني ما توصفش. ما أقدرش أقول مصر حديثة، بقول مصر من أولى دول العالم متقدمة حاليا. كان في الأول بيعتبرونا عالم الشعوب النامية، النهاردة إحنا من الشعوب الأولى عالميا. أولا بنشرف بزيارة الرئيس السيسي امبارح للمدرسة، شعورنا كمدرسين وهيئة تدريس ووكيل مدرسة ومديرة مدرسة والهيئة التدريس بالكامل شعور لا يوصف. كنا بنستناها بقالنا سنين ومجهزين للزيارة ديت من أسبوع، ما كناش طبعا بننام من فرحتنا من زيارة السيد رئيس الجمهورية. أما الأطفال فالأطفال بقى حدث ولا حرج، يعني حاجات يعني لا توصف. يكفي ان سيادة الرئيس يمسك الطفل كده ويحتضنه ويقبله من رأسه ويسأله عن اسمه ويتكلم معاه، ده حلم من احلام ما كناش بنحلم بها. بلا خلينا سيادة الرئيس وعمل لنا حاجات عمرنا كنا نحلم بها ولا بعد من سنة، وما شاء الله عمل لنا المجمع ما كناش نحلم به، وزيارته ديت شرفتنا كنا بنستناها من سنة من 2 من 3، ما شاء الله وجوده كان في وسطنا امبارح حسينا بالأب الروحي لنا، يعني حاجات جميلة ما شاء الله. عمل لنا طرق ما شاء الله مش موجودة في أي مكان، سفل لنا الطرق وسفل لنا الشوارع، عمل لنا اتلاع، يعني أنا بيت الوقت على النيل ما كناش نحلم بالكلام ده. عمل لنا المستشفى هنا ما شاء الله، جمعت 5 قرى كبيرة عندنا، عمل لنا النادي، عمل لنا المدرسة هنا ما شاء الله، والطلبة امبارح كانوا مبسوطين واحنا كنا شعورنا جميل جميل جميل، ما كناش نحلم بالكلام ده، وهو فوق في وسط ولادنا كده وبتقطع عليهم الأب الروحي لنا. الوحدة الصحية مجهزة على أعلى مستوى، جميع العيادات وجميع التحاليل الطبية شاملة، جميع المبادرات قدمت أفضل خدمات في الوحدات الصحية. حضرتك احنا بنقدم في العيادات الأسنان والجراحة والبطنة والأشعة. طبعا احنا بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة الجميلة اللي قدمت لنا حاجات احنا ما كناش نتخيل ان هي تكون موجودة في قرية زي قرية الحصص. مش قادر اوصف لك مدى السعادة اللي عند الاهالي في قرية الحصص بزيارة معالي رئيس الجمهورية. طبعا دي سايبة صدى كبير جدا عند الناس وخاصة الاطفال، ومدى الفرحة اللي هم الفرحة العارمة اللي وصلت لقلوب الاطفال الصغيرة بزيارة سيادة الرئيس. وطبعا كم المشاريع العملاقة واللي احنا شايفينه على ارض الواقع من مباني حضرتك واضحه امام الجميع، يعني اللي ما يشوفهاش يبقى فاقد البصر والبصيره. طبعا الرئيس عمل لنا كل ما يخطر على بالنا او اللي ما فكرناش فيه اساسا، وده يعتبر انجاز وانجاز كبير جدا بيحدث واحلام بتتحقق على ارض الواقع. فعلا ها هي مصر في ظل القياده الحكيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطال الله في عمره واعانه. ومن هنا بقول له انت شرفت الحصص، شرف كبير جدا يا ريس، واحنا في ظهرك يا ريس، واحنا اولاد 30/6 و3/7، احنا اولاد 30/6 و3/7، وشرف كبير يا ريس وجودك في وسط الاهالي وفي وسط الناس البسيطه دي، لان احنا ناس ابسط مما نتخيل. وكان اكبر حلمنا ان احنا نشوف رئيس الجمهوريه في التلفزيون، فما بالك اما رئيس الجمهوريه يجي ويفتتح مشروعاتنا ويقعد في وسطنا وياكل في وسطنا، دي حاجه عظيمه لم تحدث في تاريخ مصر من قبل. اولا انطباعنا عن زياره السيد الرئيس
ده شرف وفخر ما كناش نحلم بيه. لما قالوا لنا الرئيس جاي لكم قعدنا نقول بيننا وبين بعضينا ده هيفتحها فيديو كونفرنس، لا مش هيجي. كانت لحد اخر لحظه، لحد ما جه ما كناش مصدقين نفسنا. ساعه ما جه ما عندكش فكره ايه اللي حصل. تخيل حضرتك كنت بتحلم حلم وبتفتح عينيك لقيت الحلم حقيقه، الرئيس امامك بيتكلم مع التلاميذ، بيصافح التلاميذ، بيدعبهم، بيحاورهم، بيدوم هدايا، بيتكلم معاهم، بيتحاور معاهم، بيتواصل معاهم. اللي اتعمل في سنه ما اتعملش في 100 سنه ورا، واللي اتعمل في السنه اللي فاتت ديت مش هيتعمل في 100 سنه جايه قدام. عندنا رقم واحد ميه الشرب في كل بيت وفي كل مكان، الصرف الصحي في كل بيت وفي كل مكان وفي كل بيت في اطراف القريه كلها، الانترنت والتليفون الارضي في جميع القرية، الغاز الطبيعي في جميع بيوت القرية، تدبيش الترع وتبطينها وبدل ما كانت زبالة بقت سبحان الله مغير الأحوال. احنا اترفعنا من حال لحال، اتغيرت بتبدلت حياتنا كلها. عاوز اقول للرئيس كلمة، الله يكبر بخاطرك كما جبرت بخاطرنا، رفعت براسنا، رفع الله راسك بين الناس. تأثير الزيارة كان جميل جدا علينا، وكان الترحيب جميل جدا بسيادة الرئيس، وصراحة البلد كلها فرحانة من امبارح لحد النهاردة، وتقريبا ما حدش نام من الفرحة. ويعني بعيدا عن التطورات اللي حصلت في البلد كلها، كانت مركز شربين كله كان منتظر الزيارة دي بفارغ الصبر، بقالنا 15 يوم بنستنى زيارة سيادته. تأثير بالفرحة اللي ظهر على الناس ما يجيش حاجة في اللي في القلوب فعلا، وكان مشرفنا جدا، ونتمنى الزيارة دي تتكرر مرة تانية وأرضنا تتبارك بوجوده إن شاء الله. طبعا والله الرئيس نورنا جدا 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 جدا، والبلد نورت وما نامت من الفرح. وطبعا الزيارة بتاعته تأثيرها إن البلد حصل فيها شغل ما حصلش ولا كان يحصل بعد 100 سنة. يعني الرئيس لو ما كانش يجي ما كانش يحصل اللي حصل في الحصص دي ولا بعد 100 سنة ولا في الحصص ولا في مركز شربين كله. والله والله البلد كلها ما نامت من الفرحة، مبسوطة جدا 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 وفي غاية السعادة. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية الحصص تعتبر إنجاز في حد ذاته. يعني نسات الرئيس إنه يجي قرية من مركز شربين على مستوى الجمهورية، دي يعتبر حاجة عظيمة وإنجاز بالنسبة لقرية الحصص. وطبعا الحصص طورت عن الأول كتير بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة للغاز والنت، وفي مجمع خدمات بيخدم المواطنين الحصص واتباع الحصص، وفي مجمع زراعي وفي وحده بيطريه، والحمد لله اتطورت. طبعا الوحده الصحيه بقت احسن من الاول بكتير، وبقى الحمد لله كل شيء في الحصص متوفر وعايشين الحمد لله فراحه ويسر وكل شيء تمام الحمد لله. ونشكر سياده الرئيس على زياره، وندعو تاني ان هو يجي للحصص تاني ان شاء الله مره واثنين. وللمزيد ينضم إلينا من قرية الحصص محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. فرحة غامرة تنتاب أهالي قرية الحصص حول الزيارة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي. اطلعنا على أهم المشروعات الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها بالأمس، وخاصة لتحسين معيشة المواطن المصري وصولا للحياة الكريمة. نعم، بعد التحية بالتأكيد كما تحدثت هي فرحة كبيرة يعيشها أهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية. هو حلم تحقق لهم، نقلنا هذه الفرحة وعشنا معهم منذ صباح هذا اليوم، يعني الأول من ديسمبر لهذا العام، يوم لن ينساه أهالي قرية الحصص كما تحدثوا لنا تعبيرا عن فرحتهم وسعادتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم. بالتأكيد كل هذه الكلمات خرجت من القلب للقلب تعبيرا عن هذه الفرحة وعن هذه الرسالة، رسالة طمأنينة يعني بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة لن تتوانى لحظة عن تقديم كل الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين. قرية الحصص هي من ضمن 26 قرية تابعة لمركز شربين، وهي القرية ضمن 14
15 قرية على مستوى الجمهورية تتمتع بتنفيذ النسب الأعلى في مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى. فقرية الحصص تتمتع بالعديد من المشروعات الخدمية التي بالفعل حولت القرية ونقلتها نقلة نوعية متعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا بالحياة الكريمة التي أصبح يتمتع بها المواطنين هنا في قرية الحصص. إذا تحدثنا عن المشروعات وعن التغيير الذي حققته مبادرة حياة كريمة، صحيح محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. اليوم نشهد معا مشهدا جديدا من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين. قادرون على تخطي كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري العظيم وجميع مؤسساته. تعتبر مدينة المنصورة الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى مدن الجيل الرابع على أرض الدلتا، حيث تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بطول 15 كيلومترا على البحر المتوسط. كما تعتبر المنصورة الجديدة شاهدة على النهضة والتطور الكبير الذي تشهده مصر، خاصة وأن يوم الافتتاح شهد عددا كبيرا من الفعاليات في محبة أبناء مصر جميعا بلا استثناء. يوم رائع من تاريخ هذا الوطن، ذلك الذي شهد إضافة رقعة عمرانية جديدة إلى أرض مصر، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. إنها مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط دلتا مصر وتطل على البحر الأبيض المتوسط. يوم إنجاز ويوم تأكيد على أن العمل والصبر هما السبيل نحو نهضة هذه الأمة. هكذا كانت رسالة الرئيس إلى المصريين خلال يوم أمس الذي شهد عددا كبيرا من الفعاليات في محبة أبناء مصر جميعا بلا استثناء. ويظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، فهو وحده بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية إن شاء الله. الرئيس السيسي شدد أيضاً على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع عبر الجمهورية، كما أشار إلى أن بناء المدن الجديدة ليس رفاهية. والحقيقة التي يجب أن تشاركنني فيها هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضوء هذه الزيادة السكانية المضطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة. ولأن أوضاع المصريين الاقتصادية في صلب الاهتمامات، فقد أشار الرئيس السيسي إلى ما تقوم به الدولة في مواجهة الأزمة وإجراءات الحماية الاجتماعية. وأنا على ثقة كاملة ويقين مطلق في أن مصر بقدراتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة. ولأن اليوم كان حافلاً، فقد قام الرئيس بتسليم عدد من مواطني محافظة الدقهلية عقود تملك شقق سكنية بالإسكان الاجتماعي. كما قام الرئيس السيسي بتكريم عدد من أبناء محافظة الدقهلية لتفوقهم في مجالات عدة. ثم جاء تفقده جامعة المنصورة الجديدة، ثم زيارته لإحدى مدارس مدينة شربين ولقاؤه طلاب المدرسة. يوم حافل تضمن أنشطة عديدة قام بها الرئيس في محافظة الدقهلية، عكست الإصرار على أن تشمل التنمية والبناء كل شبر من أرض مصر، والأهم هو الاهتمام بالإنسان المصري وتلبية احتياجاته في كل المجالات.
ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إسلام رأفت، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة حورس. دكتور إسلام، يعني حينما نتحدث عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن مدينة المنصورة الجديدة، وهي مدينة في الحقيقة تتوسط الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، هذا التجمع السكني الجديد وهذه المدينة التي تعتبر من مدن الجيل الرابع، كيف تصفها في هذه المساحة من الوطن؟ في الحقيقة المنطقة اللي اتعملت فيها مدينة المنصورة الجديدة هي منطقة بكر جدا ومنطقة واعدة جدا، منطقة في الحقيقة وجود المدينة فيها هيؤدي إلى نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في مناطق شمال الدلتا. كمان هي هتؤدي إلى نقلة نوعية في السياحة في هذه المنطقة، خصوصا ان المنطقه دي الساحل الشمالي المصري عموما تمركز السياحه فيه هو في الجهه الغربيه. كلنا نعرف دايما انه السياحه الشاطئيه تحديدا يعني هي في الساحل الشمالي الغربي، اما الساحل الشمالي الشرقي ففي الحقيقه كان بيعاني. فكره ان يتواجد فيها مدينه من مدن الجيل الرابع في الحقيقه هو اضافه نوعيه الى نوعيه الخدمات اللي هتقدم لمواطني شمال الدلتا في الناحيه الشرقيه، بالاضافه الى ان هي كمان اضافه للمدن السياحيه وخصوصا السياحه العلاجيه. حضرتك تعرفي دايما انه المنصوره هي قلعه من قلاع الطب في مصر، وبالتالي وجود نوعيه السياحه العلاجيه في مناطق زي مدينة المنصورة الجديدة هي تعتبر إضافة كمان لنوعية السياحة المتواجدة في مصر وهي السياحة العلاجية. نوعية الخدمات التي ستقدم في المنصورة الجديدة وما تعكسه من نهضة على المستوى الاجتماعي للمواطنين، وأيضا يعني في إطار توفير حياة كريمة لهم دائما. خلينا أقول لحضرتك أنه في مجموعة متنوعة من الخدمات، أولها هتبقى الخدمات السياحية زي ما قلت وخصوصا السياحة العلاجية، متوقع يكون في نوعية من المستشفيات اللي هتخدم مش بس المواطنين المصريين ولكن يمكن استقبال مواطنين من الدول العربية ومن خارج مصر للإقامة وللعلاج في هذه المنطقة. النوعية الثانية من الخدمات هي الخدمات التعليمية. النهاردة المدينة دي تأسست في مدة لم تتجاوز 10 سنوات، تحتوي على 4 جامعات، 4 جامعات، ده في الحقيقة بيعتبر نقلة نوعية في مستوى التعليم في مناطق شمال الدلتا، وبالتالي في مجموعة من الخدمات السياحية، خدمات العلاجية، كمان الخدمات التعليمية، بالإضافة طبعا للنشاط الأساسي بقى اللي بتقوم به أي مدينة وهي استيعاب عدد كبير من المواطنين، وخصوصا في انه التمدد السكاني زي ما كان في العرض بتاع وزير الاسكان امام سياده الرئيس، انه منطقه الدلتا هي من المناطق اللي بتعاني من تضخم سكاني وعدم وجود ظهير يمكن اقامه عليه مدن، وبالتالي نوعيه الاسكان اللي هتوفرها مدينه المنصوره الجديده هي في الحقيقه هتفرغ من الكثافه السكانيه لمحافظات شمال الدلتا، وفي نفس الوقت هتؤدي الى وجود حياه بجوده مرتفعه لمواطنينا في شمال الدلتا. حينما نتحدث عن المنصوره الجديده فنحن لا نتحدث عن محافظه بعينها، فكما ذكرنا في بدايه الخبر انه يعني هذه المدينه هي تتوسط الدقهليه كفر الشيخ ودمياط، ما الذي سيكون له اثر على سكان الثلاث محافظات من وجود المنصوره الجديده، ليس على المستوى السياحي فحسب لكنه ايضا على المستوى الخدمي والحياه اليوميه؟ سؤال حضرتك مهم جدا، لانه في الحقيقه الدوله في الفترات القليله الماضيه دي كانت بتستخدم المناطق الجديدة أو المدن الجديدة في نقل الخدمات من المدن القديمة. في الحقيقة خدمات المدن القديمة بتعاني لأكثر من سبب، أولها إن هي لم تكن مصممة لاستيعاب هذا الكم من المستخدمين ومن المواطنين، ثانيا إن هي أصبحت في داخل الكتل السكنية للمحافظات الثلاثة اللي حضرتك بتقولي عليها دي اللي هي كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، وبالتالي وجود نوعية الخدمات دي هيقدر يخلينا
نستوعب خدمات لم تكن تستطيع مناطق الخدمات في داخل المحافظات دي انها تقدم. خدمات المدن الجيل الرابع بتتمتع بان هي خدمات ذكيه. الدوله في الحقيقه في السنوات الاخيره بتحاول ميكنه معظم الخدمات عشان المواطن ما يبقاش مضطر ان هو يطلع يروح يعمل البطاقه في السجل المدني ولا يعمل الرخصه في المرور، يجدد الرخصه في المرور، ولكن يقدر عن طريق الخدمات الرقميه الذكيه اللي بتقدمها مدن الجيل الرابع ان هو يستخدم قواعد البيانات ويستخدم الانترنت في ان هو يؤدي العديد من الخدمات. المدن القديمه مرافقها لم تعد تتحمل النوعيه دي ولا النقله التكنولوجيه دي، وبالتالي وجود مدينه زي مدينه المنصوره الجديده في وسط اقليم الدلتا هيخلي الخدمات بسهوله جدا تقدر تتنقل هنا، وبالتالي يقدر نستفيد بالاماكن العمرانيه اللي كان موجود فيها الخدمات القديمه ونحاول اعاده تاهيلها زي ما حصل في كتير من المحافظات، زي ما حصل في القاهره مثلا. صحيح. ان العاصمه الاداريه تم نقل وهو المقصود دائما من بناء هذه المدن لتكون متنفسا للمدن القديمه وتضيف ايضا شكل من اشكال جوده الحياه للمواطنين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام رأفت استاذ العماره والتخطيط العمراني بجامعه حورس. أنا هنا بس عايز أقول للناس إن لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي إحنا شغالين عليه. أنا ما افتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد حول استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية. وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف تم التأكيد على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، موضحا أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية وتحسين أحوال الأئمة وخدمة القرآن الكريم وعمارة المساجد وأعمال البر وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف. أكد وزير الخارجية سامح شكر أن إمكانات مصر كمركز إقليمي للطاقة هائلة. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية المنعقد بالعاصمة الإيطالية. وأضاف شكر أن مصر في مشهد جيوسياسي متغير في ضوء التطورات الدولية الراهنة، وأنها عبرت عن المصالح الإفريقية خلال مؤتمر المناخ، لافتا إلى أن لدى مصر شراكات اقتصادية دولية لدعم النمو والتنمية. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدء تطبيق اشتراطات تسجيل البصمة لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا وذلك للقادمين إلى مكة المكرمة. وذكرت الوزارة أن التطبيق يهدف لتسهيل إجراء الدخول عبر المنافذ السعودية وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مؤكدة أن التطبيق يشمل القادمين من بريطانيا وتونس والكويت وبنغلاديش وماليزيا. إلى ملف الأزمة الأوكرانية، حيث أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على المفاوضات بشأن تسوية محتملة في أوكرانيا، إلا أن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا من أوكرانيا يعيق التوصل لتسوية محتملة. وفي تصريحات له قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن رئيس روسيا الاتحادية كان دائما ولا يزال منفتحا على إجراء مفاوضات من أجل ضمان المصالح الروسية. وأكد بيسكوف أن الوسائل الدبلوماسية السلمية هي
أفضل طريقة لتحقيق المصالح الروسية، وأن بوتين كان ولا يزال منفتحا على إجراء اتصالات ودخول في مفاوضات. أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا مع المستشار الألماني أولاف شولتز لمناقشة الأزمة الأوكرانية. وقال الكرملين أن بوتين حث شولتز على إعادة النظر في طريقة تعامل ألمانيا مع الأزمة، مشيرا إلى أن الدعم السياسي والمالي لكييف سيؤدي إلى رفضها للتفاوض. وأكد بوتين للمستشار الألماني أن الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم يستدعي تحقيقا شفافا بمشاركة روسية. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرئيس جو بايدن يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا ولا يرغب في اندلاع حرب عالمية ثالثة. وأضاف بلينكين خلال تصريحات تلفزيونية أن واشنطن تواصل النقاشات مع موسكو خشية استخدامها الأسلحة النووية، الأمر الذي اعتبره كارثة بحسب تعبيره. Russia has bombed out more than a third of Ukraine's energy system, plunging millions. قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين أن انتصار روسيا على أوكرانيا من شأنه أن يشجع على اعتداءات أخرى. وفي كلمة لها قبيل ختام زيارتها إلى أستراليا، أكدت مارين على أهمية تجديد العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن فوز موسكو بما أسمته مجازفاتها الرهيبة سيغري الآخرين بنفس الأجندة السوداء. وقالت أن اتفاقية التجارة الحرة التي يجرى الانتهاء منها بين الاتحاد الأوروبي والتي تضم فنلندا وأستراليا هي فرصة لتطوير سلاسل التوريد المرنة. يمكن أن تلعب دورا مهما لوقف الحرب إذا أرادت ذلك. الأمر متروك للصين بشأن كيفية التصرف، ولكن لا ينبغي لنا الاعتماد فقط على ذلك بشأن الصين أو أي دولة أخرى. يجب أن نتأكد من أننا أقوى، والآن يجب أن أكون صادقة جدا معكم. فأوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي. سنكون في مأزق بدون مشاركة الولايات المتحدة في الحرب في أوكرانيا. أعطت الولايات المتحدة الكثير من الأسلحة والكثير من المساعدات المالية والإنسانية لأوكرانيا، وأوروبا ليست قوية بما يكفي حتى الآن. وعلينا التأكد من أننا نبني هذه القدرات عندما يتعلق الأمر بالدفاع الأوروبي. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده ستحد من أنشطة المنظمات الدينية التابعة لروسيا على أراضيها، وستعيد النظر في وضع الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو. وفي تسجيل مصور قال زيلينسكي أن مجلس الأمن القومي والدفاع كلف الحكومة أن تقترح على البرلمان الأوكراني مشروع قانون يجعل من المستحيل أن تمارس المنظمات الدينية التابعة لمركز النفوذ في روسيا أنشطة في أوكرانيا. وأضاف أنه سيكون على الدولة الأوكرانية التأكد من جهات الخبرة الدينية من وضع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشأن وجود صلة قانونية مع بطريركية موسكو، وإذا لزم الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون. اختبرت القوات الجوية الروسية منظومة دفاعية جديدة مضادة للصواريخ والأهداف الجوية في حقل اختباري بكازاخستان. وفي الوقت نفسه قال فيه المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك إن كييف فقدت ما يتراوح بين 10,000 و13,000 جندي حتى الآن منذ بدء العمليات. تطورات ميدانية متسارعة تشهدها أوكرانيا على وقع العملية العسكرية الروسية المتواصلة منذ أكثر من 9 أشهر حتى الآن. وفي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الروسي السيطرة على عدد من المدن والبلدات الأوكرانية، تتمسك كييف بالمقاومة على أمل استعادة المناطق التي وقعت تحت السيطرة الروسية. وتسارعت وتيرة الأحداث مع تكثيف الجانب الروسي القصف عبر ضفة نهر دنيبرو المقابلة لمدينة خيرسون، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي مجددا عن المدينة. ومنذ تخلي روسيا عن خيرسون الشهر الماضي وانسحابها من هناك، أصبح النهر يشكل الآن الجزء الجنوبي الكامل للجبهة. وبحسب الجيش الأوكراني فإن روسيا سحبت بعض قواتها من بلدات تقع على ضفة دنيبرو. هذا وسيطر الجيش الروسي على عدة بلدات شمال مقاطعة دونيسك، فيما تخوض قوات روسية معارك جنوب مدينة باخموت وتطوق المدينة. ويخوض الجيش الروسي حاليا معارك شمال غرب دونيسك، كما صد الجيش الروسي هجوما جنوب مقاطعة دونيسك وهجمات أوكرانية في محور لوهانسك.
روسيا أعلنت أيضا عبر وزارة الدفاع إجراء اختبار لصاروخ جديد بميدان اختبار في كازاخستان، ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى عدا أن الاختبار كان ناجحا. في سياق آخر، أعلنت أوكرانيا على لسان المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك أن كييف فقدت ما يتراوح بين 10,000 إلى 13,000 جندي حتى الآن منذ بدء العمليات العسكرية، بينما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستحد من أنشطة المنظمات الدينية التابعة لروسيا على أراضيها وستعيد النظر في أوضاع الكثير منها، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي والدفاع كلف الحكومة أن تقترح على البرلمان الأوكراني مشروع قانون يجعل من المستحيل أن تمارس المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في روسيا أنشطة في أوكرانيا. قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدرس توسيع برنامج تدريب القوات الأوكرانية ليشمل مئات وآلاف العسكريين الذين سيتم تعليمهم كيفية تنفيذ حملات معقدة في قاعدة في ألمانيا. وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يسعى بالتنسيق مع مسؤولين كبار آخرين في البنتاغون لتنفيذ خطة لتوسيع تدريب الجيش الأوكراني. وبحسب معلومات الصحيفة فإن الخطة تتضمن تدريب الجيش الأوكراني ليتمكن من تنفيذ حملات تتطلب مهارات عالية ضد الجيش الروسي. وافقت الإدارة الأمريكية على بيع صواريخ ستينجر المحمولة المضادة للطائرات إلى فنلندا، وذلك بقيمة 380 مليون دولار. وترغب الحكومة الفنلندية في الحصول على 350 صاروخاً من طراز ستينجر لتحسين قدرات الدفاع والردع الفنلندية. كانت واشنطن قد وافقت يوم الاثنين على بيع أكثر من 80 صاروخاً دقيقاً لفنلندا بمبلغ 323 مليون دولار. A higher proportion of men in politics. It's reality because two women meet. It's not simply because of the agenda. بحث الرئيسان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين والكسندر لوكاشينكو الأجندة الدولية والوضع الحالي وتنسيق الأعمال المشتركة بين البلدين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين الذين ناقشا قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك إحلال الواردات وتنفيذ برامج دولة الاتحاد، بالإضافة إلى بحث جدول أعمال القمة المقبلة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قرغيزستان. وحدد رئيس روسيا ونظيره البيلاروسي جدولا زمنيا لمزيد من الاتصالات، واتفق على عقد اجتماع في ديسمبر الحالي لمناقشة القضايا العملية المتعلقة ببناء دولة الاتحاد والمسائل الاقتصادية. انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو بشكل طفيف في نوفمبر، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس عقب الأزمة الأوكرانية. وقالت المنظمة إن مؤشر أسعار الغذاء الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا سجل 135.7 من 10 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 من 10 نقطة في أكتوبر. وساهم تمديد اتفاق بواسطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوما أخرى الشهر الماضي في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الأزمة الأوكرانية للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود.
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن التقدم العالمي نحو تحقيق كفاءة الطاقة تسارع هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات في إمدادات الوقود، إلا أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ. ودعت الوكالة الحكومات لإعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل، حيث أنه لا يمكن تلبية طموحات تقليل الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال التركيز على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن السياسات المالية التي تتبناها بعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي لارتفاع الطلب، مشيرة إلى أن ضرورة العمل أن تعمل السياسة المالية والنقدية بالتزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن. ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام لكبح التضخم الذي وصل لخمسة أضعاف المستوى المستهدف له عند 2%، ولا تزال هناك توقعات بسلسلة من قرارات الرفع خلال الأشهر المقبلة، إذ أن ارتفاع الأسعار قد يحتاج لسنوات لاحتوائه. أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال منتدى اقتصادي أن توقعات النمو في العام 2023 تراجعت جراء تزايد المخاطر من تدني النسبة عن 2%. تراجع للنمو العالمي خلال عام 2023، هذا ما أكدته مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. الصندوق الذي من المقرر أن يحدث توقعاته للعام المقبل خلال يناير القادم، أشارت مسؤولته إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي شهد تراجعاً استناداً لمعنويات المستهلكين والمستثمرين. We have seen the war in Ukraine, Russia's senseless invasion. كما شددت مديرة صندوق النقد على أن الأوضاع العالمية غير إيجابية حالياً، ولا سيما في ظل تبعات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي وعواقب سياسة صفر كورونا في الصين. المؤسسة الدولية كانت قد توقعت عند نشرها لتقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.7% عام 2023، مشيرة إلى احتمال بنسبة 25% بأن تتدنى النسبة عن 2%. وفي حال تدني نمو الاقتصاد العالمي عن 2%، فستكون هذه أول مرة منذ عام 2009، خاصة وأنه في أعقاب انتشار وباء كورونا في عام 2020 تراجع إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 3.3%. وافقت المفاوضات الأوروبية على خطة قدمتها فرنسا بقيمة 1 مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات في سياق استمرار تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. يأتي هذا بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية في 23 من مارس الماضي. وذكرت المفوضية أن مساعدة الشركات الفرنسية ستكون عبر منح مباشرة وقروض مدعومة، حيث لن تتجاوز المبالغ المحددة للمساعدات بنحو 2 مليون يورو لكل مستفيد، وسيتم منح المساعدة في موعد أقصى 31 من ديسمبر 2023. أظهرت بيانات رسمية تراجع الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أدى ارتفاع التضخم وتراجع الطلب الخارجي وضعف سلاسل التوريد إلى زيادة خطر الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا هذا الشتاء. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الأحصاء الاتحادي انخفاض الصادرات بنسبة 6% في أكتوبر، وهو ما يعادل مثلي توقعات المحللين في استطلاع رويترز. تراجعت الواردات بنسبة 3.7% خلال الشهر، ما أدى لارتفاع الفائض التجاري إلى 6.9 مليار يورو. كان من المتوقع أن تهبط الواردات إلى 4%. وفي فرنسا تشهد حركة القطارات اضطرابا كبيرا بسبب إضراب المراقبين، أجبر الشركة الوطنية على إلغاء 60% من رحلاتها في تحرك يمكن تجديده خلال احتفالات نهاية العام.
وتتعلق هذه الحركة الاجتماعية بمطلب حول الأجور والتطوير الوظيفي واعتراف أكبر بالسمات الخاصة لعمل نحو 10,000 من مراقبي القطارات في الشركة الوطنية الذين تتركز مهمتهم على ضمان أمن الرحلات والمسافرين، حيث أصدر هؤلاء المراقبون الذين لا يمكن للقطارات أن تتحرك بدونهم اختارات بإضرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. أغلق مؤشرك الياباني عند أدنى مستوى له في 3 أسابيع بضغط من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، فيما تسببت المكاسب الحادة في خسائر لشركات تصنيع السيارات. انخفض مؤشرك بنسبة 1.59%، وهو أدنى مستوى له منذ 10 نوفمبر، وسجل خسارة أسبوعية 1.59%. هبط المؤشر توبكس 1.64% بعدما نزل إلى 2.6%، وهو المستوى الذي قد يدفع بنك اليابان للتدخل في السوق، ومني المؤشر بخسارة أسبوعية 1.64%. يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته التي استمرت 3 أيام للولايات المتحدة الأمريكية بزيارة إلى مدينة نيو أورليانز التي تشكل رمزا للعلاقات الفرنسية الأمريكية. وفي تصريحاته أمام الجالية الفرنسية في واشنطن، قال ماكرون إنه سيعلن خلال وجوده في نيو أورليانز عن مبادرة طموحة تحت مسمى صندوق الفرنسية للجميع لدعم تعلم اللغة الفرنسية في كل مكان، وذلك من أجل تحسين النظر للغة الفرنسية في الولايات المتحدة والتي قد ينظر إليها أحيانا على أنها نخبوية. وقالت الرئاسة الفرنسية أنه من المقرر إجراء مقابلات مع شركات ملتزمة بقضايا الطاقة والمناخ، وستوقع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وحاكم لويزيانا جون إدواردز اتفاقية بشأن الانتقال في مجال الطاقة في هذه الولاية التي تنتج النفط والغاز. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده لا تزال متمسكة بالمسار نحو إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لكنها لا ترى فرصة لبحث هذا الموضوع حاليا، وذلك بسبب الوضع في أوكرانيا. وخلال جلسة استماع في البرلمان الياباني قال كيشيدا إن اليابان تعتبر أن محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة من جانب واحد أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن بلاده تتعاون بشكل وثيق مع دول المجموعة 7 والمجتمع الدولي. وأوضح أن العلاقات بين اليابان وروسيا في حالة صعبة للغاية، كما أن الوضع ليس من النوع الذي يمكن فيه الحديث عن آفاق مفاوضات بشأن معاهدة سلام. قالت وكالة رويترز أن اليابان وبريطانيا وإيطاليا ستعلن عن اتفاقية رائدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتطوير مقاتلة نفاثة متطورة جديدة بشكل مشترك. وكانت رويترز أول من أعلن في يوليو الماضي عن مسعى دمج مشروع المقاتلة النفاثة تمبست بقيادة بريطانية مع برنامج مقاتلة FX اليابانية، وستكون تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في مشروع رئيسي للمعدات الدفاعية. تعتزم الولايات المتحدة كشف قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة B-21 رايدر التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية. وتخطط وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون الحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة العالية التقنية والتي صممها تكتل الصناعات نورثروب جرومان. Of service, the B-2 remains one of the most stealthy platforms in the world. For the B-20, it can employ either conventional or nuclear munitions. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.
تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 638 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 787 طنا، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 25 طنا، وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 720 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 42 طنا، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 901 قضية من بينها 205 قضايا خبز ناقص الوزن و241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد 51 الذي وافق 2 ديسمبر من كل عام. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تلقى برقية تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، كما تلقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقيات تهنئة من مماثلة بمناسبة عيد الاتحاد 51. انتهت نشرة الثالثة، ولم يتبقى لنا سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. عقب الجولة التفقدية للرئيس السيسي فرحة غامرة تنتاب أهالي قرية الحصص بالتقهلية بالمشروعات الخدمية والتنموية. خلال مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية شكري يؤكد أن إمكانات مصر كمركز إقليمي للطاقة هائلة. روسيا تعلن رفضها الشروط الأمريكية للحوار بشأن أوكرانيا. نهاية نشرة الثالثة، شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.